زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، النادي الاهلي منظومه كبيره، منظومه بتبتدي من مجلس اداره، النشاط الرياضي، اللاعبين، واجهزه فنيه، اجهزه اعداد بدني، منظومه كامله شغاله، كل يوم بطولات وانشطه شغاله. الحقيقه النادي الاهلي لما نلاقي ابطال زي دول بيقدمهم للمنتخبات، الحقيقه بتهيألي دي اكبر هديه ممكن يقدمها النادي الاهلي، سواء كوادر فنيه اللي واقفين جنبي كابتن احمد الجرحي، كابتن خالد عياد، اكيد مجموعه اللاعبين واللاعبات اكبر هديه ممكن يقدمها النادي الاهلي المصري، انه يطلع ناشئ فنيا ونفسيا وسلوكيا جاهز انه يقدر يتحمل المسؤوليه ويقدر يشيل الرايه باسم مصر طبعا. فاكيد ده حاجه كبيره جدا بيقدمها النادي الاهلي. احنا طبعا زي ما تعودنا مع حضراتكم احنا بنقطع تورته، ولكن النهارده يعني اليوم حزين على النادي الاهلي اكيد طبعا، عمرنا ما هننسى عمر زياد، فطبعا احنا هنأجل ده الموضوع، بس طبعا لازم يكونوا معانا وما يخليناش ابدا ننسى تكريم الفرق. الحقيقه يعني ببارك تاني فريق 16 سنه بقياده كابتن احمد الجرحي ضيفي، يعني الف مبروك يا كابتن، وان شاء الله مزيد من البطولات، ومنورنا دايما في الاستوديو ان شاء الله باذن الله. وطبعا ببارك طبعا لكابتن خالد عياد في 14 سنه الناشئات، بطوله عزيزه، بطوله القاهره ان شاء الله، بطوله الجمهوريه بتاعتنا باذن الله. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، ونتمنى ان شاء الله نلاقيكم تاني في ملوك الصالات، في ماتش، في رحله، في تكريم، في رحله لا تنقطع جوه النادي الاهلي. الحقيقه شغل يعني زي ما بيقولوا 24 ساعه شغل عشان نقدر نوصل لحضراتكم البطولات دي ونجيب البطولات دي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى لقاء اخر مع ملوك الصالات. شكرا جزيلا.